اهم حاجه نسيت اقولها ده بعد ما خلصت الفيديو، بس انا هحطها لكم في اول الفيديو. الستاف فريندلي جدا جدا، من اكتر الاماكن اللي رحتها الستاف فريندلي فيها. اول حاجه تفضلنا الاغاني برضو خالص طول التصوير، واقفين برضو بيدعمونا، يعني شبه نفس اللي حصل في تشيكن فيلا بصراحه. لا الستاف جميل قوي قوي. فبعد ما خلصت الفيديو نسيت اشكرهم طبعا، فبشكرهم دلوقتي بجد. مكان خدمه ممتازه والاكل حلو قوي. بس ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه ذا كرش بوي ونهى. النهارده في ليفل الكسوف مليون. المحل ما شاء الله مليان. احنا النهارده في محل بازوكا. بازوكا ده بتاع فرايد تشيكن. بصوا هي عامله ازاي. زي كل فيديو يا جماعه احنا بنصور في مطعم والمطعم زحمه، فعماله تتخبط في الناس. بصوا قدامك يا حبيبي. بص يعني بجد لا نهى في المطاعم جميله جميله. طيب احنا النهارده طلبنا 4 سندوتشات من المنيو بتاع بازوكا. 4 سندوتشات دبل. ما شكلهم انت سامعاني؟ هي سامعاني، هي بتقول لي وطي صوتك عشان سامعاني. اعمل لهم باي باي كاننا مشاهير ولا ايه؟ بصوا طيب اتفرجوا عليها، مش هشيل الحته دي، اتفرجوا على نور. طلبنا 4 سندوتشات من المنيو بتاع بازوكا. احنا في بازوكا صح؟ احنا في حته ثانيه. تمام. وهنقارنها طبعا بالنسبه للمطاعم اللي جربنا فيها الفرايد تشيكن. زي انا قلت والله بص توهتني ونسيتني الكلام. هنقارن بازوكا فرع المهندسين. طب احنا في بازوكا يا جماعه فرع ميدان الحجاز، عشان ما اعرفش هي جابت المهندسين ده منين. طب احنا في ميدان الحجاز دي بتقول المهندسين شبرا. بس هنجيب السندوتشات ونرجع لكم تاني، واحاول احل المشكله بتاعتها دي. اديها حبه مهدئ عشان ايه، هي هتقوم تقفش في الناس كمان شويه، ما تروحوش اي حد. واخيرا الاكل نزل لنا. عدنا معكم من قناه ذا كرش بوي نهى الخجوله. طيب هنشرح لكم السندوتشات واحد واحد. انا جبت 2 ونهى 2. تعالوا بقى اوريكم ده ايه. ده الهالبينو بتاعي، هو دورين مبدئيا. ده الهالبينو، ده تشيكن بالهالبينو بالتركي، اسمه تشيكن. لا انا جبت المنيو عشان بنسى كالعاده. اسمه ايه؟ هالبينو تشيكن كريسبي، والتاني الرانشي تشيكن رانشي. لا الرانشي ده بتاعك. انا بتاعي بازوكا تشيكن تركي. ده التاني بازوكا تشيكن تركي. ادي الطبقه الاولانيه، وادي الطبقه الثانيه. يلا بينا بقى ندوس ووريهم بتوعك. وريهم بتوعك. ايه؟ وريهم بتوعك. نوع مكسوفة وتعباني وربنا. ما ترك 100,000 مرة قلت لها ركزي في الكاميرا، ما لكيش دعوة بالناس. هي الناس هو مبدئيا الناس كلها فعلا وصف. الناس كلها وصف. ركزي في الكاميرا. انا مش شايف حد. بس ده تشيكن كارملايزد باربيكيو. كارملايزد تشيكن. ده كارملايزد تشيكن. ده فراخ بالباربيكيو والبصل المكرمل كارملايزد اونيون. والتاني بتاعها ده اسمه رانشي. ده فراخ بقطعه دي شكلها جبنه موتزاريلا ستيك وصوص الرانش. تمام. نوع مش هتوريكم عشان هي مش عايز تتحرك. يلا بينا بقى. مش عايز اتحرك. العقاب بتاع النهارده. كل انتي العقاب بتاع النهارده اللي مش هيقدر يخلص هياكل معلقه هوت صوص ساده سك من غير اي حاجه. يلا بينا نبتدي التحدي بتاعنا. انا عليه بس ماشي. ايه لا هو ده اللي اتفقنا عليه. انا قلت ازنقها قدام الكاميرا عشان ايه، ان هو بتفلفص من العقاب، بس قلت اقوله قدام الكاميرا. انا ما عملوش. ايه؟ ممكن ما عملوش. انا هبتدي بالسبايسي. يلا بينا. هو حجم الساندوتش ما شاء الله يعني. بالنسبه لاول حاجه اللي هو السبايسي اللي بالهالبينو، نمرة واحد الفراخ تندر قوي، اللي هي طرية جدا جوسي جدا. صوصات حلوة قوي متجانسة مع الفراخ، مفيش حاجة طاغية على التانية. لا بتحس بالتيست بتاع الفراخ، بتحس بالتيست بتاع الهالبينو، بتحس بالتيست بتاع الصوصات الموتزاريلا، كل حاجة بتحس بطعمها لوحدها، مفيش حاجة غالبة على التانية. واهم حاجة العيش طازة جدا جدا جدا.
فلا مبسوط بالتجربه والاكل مش تقيل قوي يعني ساندوتش كبير بس بتاكل مفيش تقل في الموضوع الفراخ مش شاربه زيت فلا لا شابو ليه رايك ايه اول مره صح ايه اول مره اول مره ايه ناكل هنا اول مره ناكل هنا رأيك ايه قولي رأيك حلو والله طعمه جميل ممكن شوية فرايز بقى ممكن شوية فرايز تعالوا بقى ندول فرايز ونشوف اخبارها ايه الفرايز رغم ان سادة جدا بس طعمها حلو معلهاش توابل كتير يعني هي لعبة السادة لذيذة دو ايه؟ مش الله واسم النهارده اه الاكل ما فيهوش لغوصه كتير قوي هي نوها طبعا دي كده نقطه بالنيجاتيف للمطعم عشان ما فيهوش لغوصه بالنسبه لنوها لان نوها بتحب اللغوصه جدا وانا برضو بس انا مبسوط برضو حاسس بطعم كل حاجه يعني لما بتبقى اللغوصه زياده طعم الجبنه هو اللي بيبقى طاغي على الاكل ف دي نقطة بالنسبة لي أنا بوزيتيف بالنسبة لنوها النيجاتيف عشان هي بتموت في الجبن الساكن صح أنا حللت صح؟ شاطر أنا ودي اخر قطمه في اول ساندوتش نوها خلصت نص اول ساندوتش عامه نوها لو خلصت في اي وقت يا جماعه انا اللي هتعاقب قبلي بعدي في النص انا اللي هتعاقب حلو كده والساندوتش خفيف مش تقيل قوي على فكره يعني نوها قادره انها تخلص الاثنين هو كبير بس الفراخ طريه مش ناشفه فمش مضايقاك العيش مش بايت فمضايقك لا بجد حلو جدا والساندوتش خفيف كبير وخفيف تعالوا بقى نخش على ثاني واحد ده اللي هو قال لنا اسمه بازوكا ايه ثانيه واحده ده بازوكا تشيكن تركي معلش كنت بغش من البيت ده بازوكا تشيكن تركي ده فيه تركي مدخن وفيه اونيون رينج وفيه قطعه فراخ فوق وقطعه تحت وطماطم وخس ومايونيز وجبنا ساحة طبعاً تشادر يلا بينا ندب التاني هقول لكم طبعاً مين أفضل في الاثنين دلوقتي بس أجيب أطمة فيها كل حاجة هدود عشرك هدود الاثنين ايه انت شكلك مش هتحقق تخلص يعني فعايزة تدبلوتي الاثنين هو ده شكل باربيكيو اخر حاجة وحتى الان حتى الان اللي يكسب اللي هو الهالبينو بس لسه ما وصلتش لقطمة تجيب كل الطبقات يعني اوصلها واقول لكم دلوقتي الهالبينو يكسب بالنسبه لي انت بالنسبه لك مين افضل ايه باربيكيو عارفه ليه انت بتحبي الباربيكيو الباربيكيو جميل طب نوع كده بالنسبه لها الباربيكيو احلى من الساندوتش الرانش اللي هو اسمه تشيكن رانشي وانا بالنسبه لي الهالبينو اللي هو الاولاني افضل من البازوكا يعني افضل من اللي هو الساندوتش بتاع اسم المطعم ودي قليل ما بتحصل بس اوفر اول سندوتشات طعمها حلو وخفيفة بتحس بتست كل حاجة لا ارشح لكم تجربوا المطعم ده والعشاق السبايسي طبعا الهالبينو عندهم بجد حلو قوي 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 انا حاليا خلصت واحد ونص انها خلصت قد ايه ثلاثة
نوع تقريبا لسه ما خلصتش واحد. بص نوع ايه بقى؟ قعدت تحط زيت في ابو عبيد فكت من هنا ومن هنا عشان ما افهمش هي خلصت ايه. لازم تخلص كله عامه عشان انا اللي يتنفذ عليا العقاب. ما اكلتيش كله العقاب هيتنفز عليك انت. والعقاب في اخر الفيديو سواء عليا او على نوع. معلقه صوص سبايسي حار جدا، معلقه كده سك من غير اي حاجه عشان نبوظ طعم الاكله بعد ما نخلص. لو حابين ان انا اعمل فيديو مقارنه افضل سندوتشات فرايد تشيكن في مصر قولوا لي عشان نعمل فيديو ده. اكتبوا لي في الكومنتات تحت لو حابين الفكره دي. رايك في الفكره دي؟ افضل ايه سندوتشات في مصر؟ افضل حد بيعمل فرايد تشيكن في مصر فرايد تشيكن. قولوا لنا فكره الفيديو ده لو حلوه نعملها. طيب انا خلصت سندوتشين، هتكملي ولا تاكلي معلقه الشطه؟ لا مش قادره والله، مش قادره الى العقاب. بصوا نوع بقى في وقت العقاب ابتدت ايه، والشاي يقلب وتغدر عليا. ما اتفقناش على العقاب ده. طب عايز عقاب يا حن من كده؟ عايز عقاب ايه؟ عايز عقاب ايه؟ مش عارفه، ما عندهمش اي حاجه يتعاقبوا. ما عندكوش وجبه هابي ميل؟ عقاب؟ عايز عقاب تاخد اكل معايا يوم روعه. كمل اكل في البيت يلا. ناكلها معلقه كاتشب يا جماعه معلش عشان انفذ عليها اي حاجه. دي تمويع النفس، دي معترضه على الكاتشب كمان. يلا يا بت دي تحط لها ايه في بقها سلق كده. بصوا ايوه معلقه كبيره جميله. طب يا سيدي عشان ما ازعلكش حط عليها حبه هوت صوص. لا عايزه عشان ما ازعلكش. نهى يا جماعة نهى أول مرة الضمير المهني عندها يشتغل. مهني إيه؟ وتقول إيه؟ وتقول عايزة تنفذ عقاب بحذافيره. مش بحذافيره قوي بس يعني ده إنجاز عظيم. طيب وده الهوت صوص نحط لها إيه؟ بصوا بس كفاية كده بلاش أبقى طماع عشان تنفذ عقابات بعد كده معايا. يلا هم المم القطر داخل فين؟ هو يلا دي ببص للناس الاول. ثواني يلا حته حته. لا ايه ده ايه يا لهوي حتى العقاب هتاخده حته حته. ده عمالين نوقع بتتذوق والله العظيم. جايه هنا فرح بنت اختها تشوف البوفيه كويس ولا لا. ده عقاب يا ماما اضربيها كلها وكلي حته سندوتش ورا. هتسهلي اكتر من كده. يلا شطور سهل ايه؟ انت لو عليك عايز ممكن تاكلني نار عادي. يلا يلا ايوه برافو. يلا خدي حته فراخ بس خلاص. وبكده اخيرا اكون نفذت عقاب على نهى متفقين عليه وتنفذه بسهوله. انا اول مره اكل هوت صوص في حياتي. فده ده انجاز عظيم والله العظيم. بس بالنسبه بالنسبه لتجربه النهارده من التجارب من التجارب الحلوه. لو هتجربوا بالنسبه للاربع سندوتشات اللي طلبناهم اللي عجبنا الاثنين اللي فضلناهم فيهم اللي هو الهالبينو اللي فيه الهالبينو والباربيكيو اللي هو بالبصل المكرمل. دول تيجوا تجربوهم حلوين قوي لعشاق السبايسي اللي هو الهالبينو واللي بيحبوا الحاجات السويت شويه اللي هو الباربيكيو والاونيون. بس ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. وباركولي ان انا نفذت على عقاب على نهى بسهوله. يعني اي عقاب بيتنفذ قدامكم ده بيقعد ساعتين قبليه بنحضر له. فالنهارده لا ما خدناش الساعتين لا بيتنفذ على طول. في حد بيحب يتعاقب يا جماعه؟ يعني قولوا لي في حد فيكم بيحب يتعاقب؟ انا تعاقبت وبنفذ بمنتهى السهوله. قولوا لها انتم بس. واشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو من قناه ذاكرش بوي ونهى. باي باي سلام.